سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى نلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو صراحه كنت كنطيب غدي وشي بحال ديما، ولكن اليوم كنتغديوا شعبيه اللي عزيزه على المغاربه كاملين وقررت انني نعدلها معاكم ونصوبها معاكم. المهم بالنسبه لهاد الغديوه هذه، اول حاجه درت شلاضه درت فيها، المهم ما تشدوش على الدجاج راه زهر وحليب كيدابو. المهم اول حاجه درت شلاضه، صاوبت مطيشه، صاوبت بصيله، فليفله حتى هي قررتها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. المهم زربت على داك الشيء، راكم عارفين شلاضه العاديه الشعبيه ديال الدراوش ديال اصحاب الشعب اللي ما كتفوتناش وبلا بها ما كاين والو. المهم من بعد ما درت شلاضه درت شويه ديال المليحه، المهم الطريقه الشعبيه ديالنا، فقط بغيت نشاركها معاكم. درنا شويه ديال البزار كيف ما كتشوفوا، البزار ضروري، والخل اللي هو اساسي، وانا بالنسبه ليا زيت الزيتون. كنت غندير فيها صراحه شويه الزيتون هكا ديال المرقه، ولكن ما تفكرتوش حتى الاخر، صافي درت فيها شويه الزيت الزيتون. والله الا هذه احسن من اي شلاضه تقدر طيح لكم في البال اخوتي اخواتي، قسما بالله شعبيه وزوينه ومذاقها يا سلام، احسن من المسلوقه كتجيني انا والله، فن كتجي مع اي حاجه. المهم صافي درت كل شيء، درت هنايا الزيت والبزار والخل والملحه، وكنت غندير صراحه شويه ديال القزبر طري وشويه ديال الزيتون، ولكن ما بقيتش درته، قررت اني نخليها بحال هكا. المهم كيف ما كتشوفوا زهره راه كتلعب توجور، يعني راه مادام انها كاينه الا وانها حاضره معايا في اي فيديو. المهم حركت الشلاضه مزيان من طبيعه الحال، وغادي نهز الطبيسلات نحط فيهم الشلاضه ديالي، وغنشارك معكم الاكله الشعبيه ولا الغديوه الشعبيه ديالنا بكل تواضع اخوتي خواتاتي. المهم هنا زيت الطبيسلات، درت فيهم شليضه كيف ما كتشوفوا، صراحه هاد الشلاضه والله اخوتي لا نقيه وزوينه، تجيني احسن من دقه الخدمه ديال الشلاضه المسلوقه، حتى هي صراحه عندها واحد المذاق زوين، وديجا شاركتها معكم، ولكن راه ما كاينش بحال هادي شعبيه وزوينه، وياكلها الكبير والصغير، هادشي باش كتعجبني انا. المهم كيف ما كتسمعوا الضجيج، ما تدوش على الضجيج هنايا. المهم حطيت الشلاضه، دابا غادي نحط لكم الاكله الشعبيه. المهم قبلوا عليا اخوتي، اكله شعبيه مغربيه كيبغيها الكبير والصغير، وحنا كنحماقوا على العدس وعلى اللوبيا وعلى هاد الاكلات كاملين كنحماقوا عليهم، حنا اولاد الشعب فهمتوني، راكم عارفين اللي كاين. المهم انا الشلايضه حطيتها على جنب، وزيت الطبسله غنمشي ندير فيه العدس، ما كانش عندي كيفاش ندور لكم الكاميرا حيت حاطه مشات لي ديك، خليتها في ورزازات، هذيك السيبوره الكبيره خليتها في ورزازات ما جبتهاش معايا، ما كاينش كيفاش ندور الكاميرا. المهم قبلوا على التصوير وصافي. المهم انا حطيت العديسه، العدس كيعجبني بزاف من فيما يقطع القزبر، هزيته من الفريغو البنات، من المجمد، درت شويه من الفوق. صراحه حاجه واحده اللي نسيتها هي الفلفله حاره، ولكن في الاخر جبت لها ريسه ماشي مشكل. صافي غادي ندير شويه ديال القزبر من الفوق، المعدنوس كيعجبني مذاقو، كيعجبني في العدس انايا كيحمقني، وغندير شويه ديال القزبر حتى الشلاضه، كنت غندير الزيتون كما قلت لكم ولكن ما درتوش. صافي وهذه هي الاكله ديالنا والغديوه ديالنا المتواضعه، كنتمنى انكم تقبلوا علينا. المهم هنايا نحط حتى الهريسه اللي كتبقاش حاجه اساسيه بالنسبه ليا. انتم شوفوا اكله والله تف بفن، ما شبعناش منه، خليني من الطواجن وداك الشيء، اكله فنه شعبيه ديال صحاب الشعب راكم عارفين. المهم تحياتي للناس اللي فين ما مشاو كيبقاو بحال هاد الاكلات الشعبيه في البال. المهم تحياتي لكم، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديال هذا الفيديو هذا، كنتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي لكم وبسلامه.